انعقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة. وبالمناسبة هذه اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة واللي هي المهمة ديالها هي متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتي كان قد صدق عليها في مجلس وزاري سابق. وتأسست هذه اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة منذ سنة بالضبط 22 فبراير 2019 صادق مجلس الحكومي على مرسوم المحدث لها، وهي كتعقد الاجتماعات ديالها مرة كل مرة في السنة. فلذلك اليوم عقدت اجتماعها الأول بحضور مختلف القطاعات المعنية وأيضا حضور ممثلين عن عدد من المؤسسات العمومية والجهات المهتمة بالتنمية المستدامة. مهم في هذا الاجتماع هو ماذا؟ أولا تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. الحمد لله اليوم هناك تقدم ملموس في تنفيذ هذه الاستراتيجية على الأرض، وسيصدر تقرير على حسب المرسوم، تقرير شامل لتنفيذ هذه الاستراتيجية في القريب إن شاء الله. لكن الأهم أيضا أنه تعرض ما يسمى مثالية الإدارة. ومثالية الإدارة يعني أن الإدارة نفسها كتقوم بإعطاء النموذج والمثال فيما يخص الالتزام بالشروط ديال التنمية المستدامة، فيما يخص مثلا استخدام الطاقات النظيفة، الطاقة الشمسية مثلا وغيرها، فيما يخص اقتصاد الماء، فيما يخص تدوير بعض النفايات أو النفايات، فيما يخص تقليص استخدام الورق، وهكذا. يعني هناك عدد من الأمور اللي الإدارة اليوم مدعوة باش هي تعطي النموذج والمثال. ولذلك احنا صدقنا اليوم على واحد الميثاق سميتو ميثاق الإدارة في مجال التنمية المستدامة، اللي إن شاء الله غادي يتعرض في مجلس حكومي مقبل وغادي يصدر في إطار منشور، والذي كيعطي التوجهات العامة ديال الدولة وديال الإدارات ديال الدولة فيما يخص التنمية المستدامة. ولكن أيضا معاه واحد دليل مرجعي اللي كيحدد عدد من الأهداف، عدد من الأهداف وعدد من الوسائل لتنفيذ هذه الأهداف ديال التنمية المستدامة. وبطبيعة الحال التنمية المستدامة عندها واحد أهمية كبيرة، لأن التنمية المستدامة كتمكننا باش نعيشوا اليوم، ولكن ماشي نعيشوا بالخيرات ديال الشباب وديال المواطنين ديال المستقبل. خصنا نعيشوا اليوم مزيان ولكن دون الإضرار بالمستقبل. التنمية المستدامة تعني الحفاظ على الغابات، مع الأسف اليوم عالميا وحتى وطنيا هناك تقلص سنوي للغابات، والتقلص السنوي للغابات كيؤدي إلى الإضرار بالمناخ، الإضرار بالمواطنين، الإضرار بالبيئة. هناك ندرة المياه، كيفاش نديروا باش المياه نحافظوا عليها حالا ومستقبلا باش الأجيال المقبلة نعطيهم واحد يعني واحد رصيد مائي وطني مهم. ماشي احنا نبدا نستنفدوا المياه الموجوده ثم في الاخر الاجيال المقبله تلقى راسها بدون مياه. اذا هناك التنميه المستدامه يعني واحد الجهد التنموي اللي كيبقى ايضا كياخذ بعين الاعتبار حقوق الاجيال المقبله. الحمد لله المغرب منخرط في هذا الورش بقوه، وانتم كتعرفوا هذه القضيه ديال الطاقات المتجدده والجهد الكبير اللي دار المغرب. احنا عندنا الشمس، فلذلك خصنا نستثمروا هذه الشمس. عندنا في مناطق معينة ما يكفي من الريح لإنتاج الطاقة، وهكذا. إذن هناك والحمد لله حتى في مجال البحث العلمي هناك جهود لتطوير البحث العلمي الوطني باش يمكن نمدوا رؤوسنا بإمكانيات جديدة لتطوير التكنولوجيا الوطنية في مجال التنمية المستدامة. وداخل في هذه المثالية ديال الإدارة أيضا التنقل المستدام. التنقل المستدام هو نقل ما أمكن استعمال المواد البترولية في التنقل، بمعنى واش يمكن ننتقلوا لواحد الوقت اللي تكون عندنا السيارات الخضراء، هي إما السيارات الهجينة إبريد وإما السيارات الكهربائية، وهذه الكهرباء تكون منتجة بالطاقات المتجددة.
تكون اللي هي يكون عندها دور اكبر في مجال التنقل في الافراد لدى الدوله في الاداره، وايضا في التنقل في النقل العمومي. ومن هنا اتخذ قرار ديال الاعتماد التدريجي للنقل المستدام من قبل الاداره، وحددنا في السنه الاولى نسبه لا تقل عن 10% من مشتريات الاداره ان تكون من فيما يخص السيارات بطبيعه الحال ان تكون من السيارات الخضراء الجديده. وهذا في حتى محاوله ايضا لدعم التصنيع ديال السيارات الخضراء في بلادنا. احنا الحمد لله المغرب ولا اليوم من بين الدول الرائده، على الاقل هو الاول افريقيا والرائده في المنطقه فيما يخص التصنيع وتصدير السيارات. كيفاش يمكن هذا التصنيع حتى هو نوجهوه باش يكون فيه تصنيع السيارات الخضراء؟ اذا هذه هي اهم التوصيات واهم الامور اللي اهتمت بها هذه اللجنه الاستراتيجيه للتنميه المستدامه في اجتماعها الاول الذي عقد اليوم. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.